وعندهم المرضى، فنطلب منك الدعاء لهم بالشفاء يا
وعمل الصالح وعمل الصالح وعلى رأسه الآن وعجوهد وصيه وشبهه الحاج محمد بن سليمان الزردون. قال انا عنده مريض انت كنت كان المفروض قد يحضر هنا لكن تعود ربنا عنده مريض الله يشفيه وعافيه مش في جميع وطن اللهم يشفيه مش في جميع وطن يا رب العالمين مش في جميع احبابنا لنا وطن واخواننا لنا وطن والمرضى لنا وطن ولا في البيوت ولا في المستشفيات لا يشفيه وعافيه واخواننا وابائنا كانوا يصلوا معنا هنا وراهم مرضى الله يشفيه وبعض منهم انتقل ورحمه الله لن نعرفوها في الصحيح او الفطر ناهيك عن السكر الدم، ناهيك عن الشموح، ناهيك عن العيال، من جيراني من السكر ومن غير جيراني ومن احبابنا ومن الذين ياتون من قريب وبعيد وهم الان بجوار ربهم، اللهم ارحمهم يا رب لا نستطيع ان نعذبهم كلهم، اللهم ارحمهم وارحمهم يا رب العالمين، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اعف عنهم، اللهم عافهم، اللهم كرس لهم، اللهم وسع مخلهم، اللهم لا تطل لهم قبورهم بما نطقت لهم به يا رب العالمين، اللهم انا نشعر بهم ونتوسل سيدنا محمد يا رب العالمين انت ارحمهم يا رب العالمين وان تصلح احوال الاحياء منا يا رب العالمين يا رب تصلح احوال الاحياء منا يا رب العالمين وكل واحد راه عنده مرغوب وعنده مطلوب يا رب حق لنا وله المرغوب والمطلوب والمراد يا رب العالمين يا رب وبلادنا هذه الله يحفظها جميعا يا رب من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها ومن غربها الى وسطها يا رب احفظها يا رب كيد ومن مؤامرة المؤامرة ومن تسعيس المدسين ومن عبث العابثين الحد الوحيد ومن لعب اللاعبين اللهم انشئها يا رب من كيد كيدنا اللهم احفظ هذه البلاد يا رب اللهم اجعل بلاد الدين وراحه المنتج المسكين احفظها بما فيها وبما فيها يا رب هذه بلاد الجزائر يا رب احفظها يا رب يا رب احفظها يا رب اللهم انشئها من الرسائل وانشئها من البلايا وانشئها من المحن وانشئها من البلاء وانشئها من المحن وانشئها من الغلاء وانشئها من الزنا والسلاسل والمحن ما ظهر منها وانقضى من الفتن يا رب نشيل من الفتن يا رب العالمين ما ظهر منها وانقضى اللهم اهدنا واهدي بنا يا رب العالمين الناس المحسنين الى جميع المرافق مرافق الخير وعلى راسها المساجد ودعموا فيها ويسووا اليهم يا رب بارك فيهم ان شاء الله يا رب العالمين والناس الناس اصحاب الاحسان تمام احسان في هذه المناسبه المباركه مناسبة المولد النبوي الشريف وهم ديدانهم إلى أنهم ماذا يأتون ويفرحون هذه الأمة ويفرحون أولادها هنا في المساجد وفي جميع المرافق وفي المستشفيات وفي غيرها وفرحوا أبناء المسلمين وفرحوا أبناء المسلمين سبب ماذا؟ فرحهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يا رب الله يفرحهم ويغفر من يدينا الله يحقق لهم المرغوب يا رب العالمين يا رب العالمين الناس اللي كانوا يخدموا فينا هنا الله يبارك فيهم ان شاء الله يا رب العالمين والله يجزيهم خير وصاحب المبادره لمسابقه الاولاد الان قد كانت ولا زالت وستكون بعد حين يا رب يبارك فيهم ان شاء الله يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب يبارك فيهم ان شاء الله وربنا يعطيهم من الخير ما يرجع الى ربنا وهؤلاء المتسابقين الله يبارك فيهم ويجعلنا ائمه هدى وهؤلاء الحاضرين الله يبارك فيهم ان شاء الله يا رب العالمين يا ارحم الراحمين والله ينجينا واياكم ان شاء الله يا رب من الفتن ومن سخط الجبار ومن النار يا رب العالمين يا ارحم الراحمين والله يبارك ان شاء الله قلنا كما قلنا وسنقول جميع لنا ان شاء الله يا رب يصلوا في هذا المسجد ويقومون فيه من اذان واقامه وصلاه وذكر وتسبيح واقدامهم تنتظر تذهب الى هذا المسجد وتدريس ووعظ وتعليم وكل وحراسه وخيره كل يا رب الله يجزيهم على خير الجزاء يا رب الله يجزيهم على خير الجزاء والله يبارك فيهم ويبارك في وليداتهم ويبارك ان شاء الله في انفسهم الله يجزيهم على خير ان شاء الله يا رب العالمين يا ارحم الراحمين الله يتقبل منهم ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله يا رب العالمين يا ارحم الراحمين ولا ننسى كذلك ولا ننسى كذلك شيخنا وابانا شيخ عبد المنصور بن عبد الله ومحمد عبد القادر اللهم ارحمه واغفر له يا رب العالمين الذي كان حريصا على ان تقام هذه المناسبه وتقام هذه الحفله في هذا المسجد سواء في عيد المولد او في ليله المولد او في الاسبوع وحريص عليها ويسال عنها سواء في عيد ما كان هنا قبل ان يمرض او بعد ان مرض ويسال في عاشر قد انتقل اليوم وقد انتقل الى رحمه الله اللهم اغفر له وارحمه امين اللهم اغفر له وارحمه وارحمه وجميع الذين كانوا يصلون في هذا المسجد وماتوا اللهم ارحمهم واغفر لهم وجميع الذين يصلون في هذا المسجد وهم مرضى اللهم اشفهم وعافهم امين وجميع الذين يصلون في هذا المسجد اللهم احياهم ويعفونا الله يبارك فيهم
Thank you.